UNFM 91.2. عبد الفتاح مورو برعاية أصيل. أصيل طابعنا في التفاصيل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تحية طيبة لأبنائي وبناتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فما سورة علمنا ربي أنها أم القرآن، هي أم الكتاب، هي السورة التي من لم يقرأ بها فصلاته ناقصة، فهي خداج. هذه السورة التي نرددها في الليل والنهار 17 مرة على وجه الفرضية، فما ظنك بالنوافل وما زاد على ذلك من أحداث نتلو فيها الفاتحة. ومن خصائص الفاتحة أن الله علمنا فيها كيف نقتبل فضله وكيف نعتبر ذلك طريقا لأن نطلبه. علمنا فيها أن ندعو الله تعالى، بل بعد أن نعترف له بالجلال والجمال والكمال، وبعد أن نثني عليه، وأرشدنا فيها إلى طلب شيء واحد يبدو أنه أعز ما يطلب من الإنسان عندما يقف بين يدي ربه، وهو الهداية. هذه الهداية في الحقيقة هي مناط النجاح وسبب الرجحان، والتي بها الفوز في الدنيا والفوز في الآخرة. والهداية هذه عرفوها علمانا بتعريفات متعددة، من بين ما تعرف به الهداية أنها أمران اثنان متلازمان، هما إرادة، يعني أن يكون لك قدرة على أن تفعل، وميز. التمييز والإرادة هما الركنان الأساسيان للهداية. التمييز يعني أن تميز بين الحق والباطل، أن تعرف الذي يصلح والذي لا يصلح، فيكون عندك شفافية في الروح وقدرة في العقل ورجحان في المشاعر يجعلك تميز بين الطريق القويم والطريق المعوج. وهذا الميز غير كاف وحده إذا لم يتوفر لك العنصر الثاني من الهداية، اللي هو أن بعد ما تميز الخير تكون قادر على فعله، وبعد ما تميز الشر تكون قادر على اجتنابه. ولذلك علمونا أسيادنا بأنه ندعو نقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا يعني أعطينا الميز حتى نفهم الحقائق وندركها، والثاني أن نكون قادرين على تحقيق هذا التمييز. علمني يا ربي باش نعرف أنك هكا السيجارو اللي نشريه بفلوسي هو مضر نفسي، وقتلي نميز هذا نصف هداية. النصف الثاني أني بعد التمييز نكون قادر باش نتغلب على نفسي باش ما نعملوش. وريني يا ربي واني مريض بالسكر، هاك السكر اللي باش ناكله، هاك الطرف البقلاوه اللي باش نتلذذ بيه، راه هذاك باش يدخل على البدن متاعي انحراف يقضي على طاقتي البدنيه، ومؤجلا يعطل لي يد ولا ساق ولا عين ولا كلوه. لكن بعد ما نميز ذلك اعطيني القدره على ان اكون متغلبا في قراري على نوازع نفسي التي تامرني بخلاف ذلك. ولو كان تلاحظوا اسيادي الكرام تلقاوا أن شهر رمضان في الحقيقة اللي هو شهر الهداية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الشهر هذا اللي هو اقترن بالهداية فيه عبادتان متكاملتان، إحداهما تحقق التمييز الصحيح، والثانية تحقق الإرادة. العبادة اللي تحقق التمييز في رمضان هي قيام الليل، لأن قيام الليل هو قراءة قرآن، والقرآن في الحقيقة يحقق معنى الهداية بمعنى أنه يورينا الحق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يميز بين الخير والشر، يورينا الطريق الأفضل والطريق الأحسن. فالهداية هنا هي هداية الميز، تمييز، القدرة على الفهم والإدراك. المعرفة يا أبنائي الكرام والتي تبتدئ بقراءة القرآن هي التي تساعدنا على أن نميز الخير من الشر، والصالح من الطالح، والنافع من الضار، والقريب من البعيد،
والفاني من الباقي، هي تعطينا مجموعة المواصفات اللي بها هي نهتدي من حيث التمييز لمعرفة الطريق الأقوم. العبادة الثانية في رمضان هي عبادة الصوم، اللي هو في الحقيقة تكوين إرادة. ما قدامي وأنا عطشان، الماكلة قدامي والباب مسكر وأنا جيعان، أشنو اللي يحجزني عليها؟ هي تلك الإرادة اللي قلت أنا صائم، إني صائم، وإن امرؤ قاتله فليقل إني صائم. هك المعنى تاع تحقيق إرادة الصوم هو المكمل الثاني للهداية. ولذلك قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. وكلتا العبادتين متصلة بالثانية. في الليل تقرأ كتاب ربي، وفي النهار تكبح جماح نفسك. ما يتعدى رمضان إلا وأنت على طريق الحق وطريق القوامة، وأنت متجه إلى الطريق الذي يرضي الله تعالى. ربي يتقبل مني ومنكم ويجعلنا من أهل الميز وأهل الإرادة الكاملين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يهديك بنورو مع الشيخ عبد الفتاح مورو، برعاية أصيل. أصيل، طابعنا في التفاصيل.